إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، عذر رسول الله إن قصرت في وصفي، وإن جمالكم لم يصفى. جاءت قديمة زرة من نوركم ولجمالها رحمن منها يوسفى. والله لو جد العبا كل كلهم في وصف أفضان الله لا تعرفا. والله لو ماء الجمال لجمعها كان بداد الوصل أفضل ما كفى. والله لو قبر النبي تقشرت أنواره والقبر ولا واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه أن القدر يخسف نوره لكن نور محمد لم يخسفا. اللهم صل وسلم عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش معمر الحرب والإيمان مع المنزل على سورة المصطفى صلى الله عليه وسلم، آية بإيمان من كتاب الله تبارك وتعالى يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ بتحالي الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم وحسن الاستماع ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصت لعلكم ترحمون. I'm
Thank you.
على جمال النبي. ايه يا مولانا؟ ما شاء الله ما شاء الله. عليك يا باشا.
مولانا اذكر الله
والسلام اذكر الله لا اله الا الله. صلى على النبي وعلى جمل النبي. ارجع لها تاني. نعم. وعاوزها بنغم. نعم. نعم يا سيدي نعم. قلت عليك عن الشيخ انور. نعم يا شيخ نعم. يا نغم رحبان. ازاي ما شاء الله. نعم يا سيدي نعم 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 مليون نعم. أحسنت يا شيخ. اللهم صل على النبي. ايه دي الحلاوة بتاعتك دي. نعم 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 مليون نعم. يا عم مسكت يا عم أرجوك سيبونا في حالنا بقى. لكن لو حاجة مش شكلي
الشيخ يا قرآن رايق. نعم نعم يا عم الشيخ نعم. ايه الرايق دي؟ ايه النغم الرايق دي؟ الله اللهم صل على النبي. يا رايق يا نغم رايق ارجع عليها تاني بنواقة زي كده. ملقبين بالمفتريين والله. الله ابو على جمال النبي عسر عم شغلنا والله ان شاء الله ربنا يحميه. وأريد أن أقول للناس جسمي ده اهو بقى لي 7 اشهر مش شفتك من غيرت مره واحده. نعم نعم قول
كده 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 الله يا مولانا كده احنا بنقول الله ربنا عاد النت وراك الآلة ده على دخلت الماغ رجعت عليها تاني ارجع عليها تاني وكون بنغل نعم احسنت بالقران بتاعك احسنت بالقران ربك اللهم صل على النبي جسمي بوجعني يا عم ارجوك زي بعض يا نورت الاذاعه قران يسال الله يا الله
خليك على كده بقى شويه يا انور، خليك في المخده. ايوه كده خليك على الله. كله مبسوطه. نعم يا سلام، ربنا يحميك. عليك يا شيخ انور ما شاء الله، يصلح حالك الله يرحم. الله يبارك فيك. الله
نكمل الشعر. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق انزلناه وبالحق نزل. وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. وهكذا فالايمان والاسلام عشنا في رحاب التلاوه القرانيه المباركه. فلا علينا ذلكم العلم القراني الاذاعي نجم القراء بمصر والعالم الاسلامي كله. قليله القارئ الشيخ انور الشحات محمد انور القارئ لتحرير الاذاعه شكرا لكم.